قلت إن شاء الله إن هذا البحر نعمة من نعم الله على هذا البلد الذي نوع فيه غطاءه الجغرافي. عندنا الجبال، عندنا الصحراء، عندنا البحار، عندنا الغابات، الحمد لله البلد دعنا. وفي فصل الصيف يميل أغلب المغاربة في الذهاب، يميلون إلى الذهاب إلى الشواطئ للاستجمام لأن الحر شديد. والمغاربة في هذا الأمر سواسية، فجميعهم ينبغي أن يستفيدوا ويستثمروا هذه الأمكنة الطيبة التي يستجمون فيها. أناكم عارفين هالشيء، قاع المغاربة يخزيكوا. إذن الأصل هو هذا. لكن إحنا مسلمين، إحنا مسلمين، عندنا ضوابط. هذا الذي يحدث الآن في البحار وفي الشواطئ من ناحية الشرع، اش كيقول فيه سيدي ربي؟ واش يجوز ولا ما يجوزش؟ واسمو اللي ما يجوز هو ما يقع في البحار، لأن احنا راح كنشوف البحار، واسمو وقع في البحار؟ التعري والاختلاط نتاع الرجال والنساء، والرجل لا ينبغي أن ينظر إلى عورة المرأة، والمرأة لا ينبغي أن، وهذا هذا راه مصيبة هذه. إذا اللي غادي يمشي تمايا بدعوى الاستجمام، استجمام عندك الحق، لكن صادفك في ذاك المكان واسمه مبارزة الواحد الديان، لأنه يعصي الله تعالى، وذاك الشيء لا يقع تما فوق الخيال، فوق الخيال. تمشوا عريانين عريانين عريانين، واخا انت غادي تمشي بالحجاب وزوجك بالحيتو، تبارك الله عليكم مزيان، انت ملي تمشي تما راك بالحجاب مزيان، واش غادي تكون غير بوحدك ولا غادي؟ ما يمكنش، كاين شي مكان اللي غير بوحدك الله اعلم. صح الا مشيتي معاهم غادي تشوفي ذاك الشيء، تشوفي الرجال، عورات الرجال، عورات النساء، والرجل ديالك يشوف الاخر، هذه معاصي، معاصي، هذا لا يجوز. ماشي لا يجوز باش تمشي للبحر، لا يجوز. اذا ذهبت الى البحر فصادفت هذه المنكرات ورضيت بها وبقيت تشوفي كما يشوفوا، اسمو الفرق بينك وبينهم. حجابك، حجابك يلزمك اكثر من غيرك الا ترضي بذلك، وان لم تستطيعي تغيير ذلك، وطبعا لن تستطيعي، فعليك على الأقل أن تقاطعي ذلك المكان، فلو جاء الموت لك في ذاك المكان لجاءك في مكان ينزل فيه سخط الله. اللي بغى يبغى، اللي ما يبغاش غادي يقول لهم سخط الله ينزل، سخط الله ينزل. كل شي حاجة أخرى نقولها سخط الله. أنا ما سمعت وإذا كبنيتي حتى حنا نبغى البحر، أنا ما نبغيش البحر، أنا بغي البحر نتبرد، ولكن لا إله إلا الله. لو كان جا المغرب، المغرب لو كان تا هو ان شاء الله يدير هذا، يدير هذا للنساء ويدير منا للرجال، وتكون عنده ان شاء الله شرطه الاداب ودير واحد المكان وما تخلي هذو يمشيو عند هذو وهذو عند هذو، وهذوك النساء بوحدهم، وعندهم لي ماترناجور ديالهم بوحدهم، ومن السره للركبه بوحدهم، من تحت المراه العوره نتاعها من السره للركبه، والرجال عاودك بوحدهم، وعندهم العماس ديال كاع 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 سيدي، حتى حنا بغينا نمشيو نتبردوا احنا ولادنا وكل شيء، لكن هذا الشيء ما يمكنش. ولذلك تهجيرين، يهجر الانسان ذاك المكان. حجابك علامه تدل على انك ترتضين منهاج الله، لا ترتضين بغيره بديلا، فعليك ان تفري من ذلك المكان. ثانيا، ومنين نشوفهم هما فما يدخلوا بالحجاب، المراه تدخل بالحجاب نتاعها للبحر، واش تعرفوا كي تخرج ولا ما تخرج؟ واش تعرفوا كي تخرج من اللي تخرج بالحجاب، تدخل البحر هما داخلين الاخرات باش ما كاينش لباس، وهي داخله في وسطهم باش، يعني هذا تبارك الله تطبيع، هذا تبارك الله البحر للجميع، يا تبارك الله ها المحجبه ها الاخرى راح تقول لها مبروك عليك اخت الله يجزيك بخير، الله يعطيك الصبر، دعي معها الله، دعي معها الله. ومن تخرج بذيك الحجاب كي تخرج دايره؟ ها الدجاجة ما نعرفهاش أنا كي داير الدجاجة، كي الدجاجة كي زعما الدجاجة؟ يا تخرج بحال العريانة، إيوا الدجاجة ماشي عريانة، إلا دخل الدجاجة تخرج دجاجة، هذه تدخل بنادم وتخرج واسمه، تدخل بنادم كسوتها وتخرج بلا كسوة، لأن ذاك الباس يلصق معاها
وذاك التي كانت تخاف منه لا يصف ولا يشف إذا دخل الماء إلى حجابها ألصق ذلك الحجاب بجسدها ثم حدد جغرافية جسدها وذلك الذي كانت تحرص على أن تقوم به هناك فإذا بها تخرج والعياذ بالله وقد ضربت حجابها فاش في الزيرو. لذلك أنا واش نقول لكم أنتِ الله يهديكم تقولي ليش أنا باللي غادي نمشي بالحجاب إلا كان شي شاطئ ما فيه غير فيه نعامس ديال الرجال بحال هكذا قولوا لنا كاع نجيو إن شاء الله وأنا راني عاد ما قالوليش كل شيء أنا الشيب هو اللي يوصل العيب ها الشيب إيوا زيد هو اللي يوصل العيب وعلاش الجيب ما يخليكش تمشي توصل لحبيب قال لك واحد دعا مع واحد واسمه قال له الله ينجيك بنعيب ولهلا يخوي لك جيب ويحشرك مع الحبيب ها هو جيبه معمر ودار به الخير وصل به حبيبنا رسول الله واسمعت اما الجيب اللي يجيب لك العيب هذا عرف باين الله راه يحكمه الجيب هو يحكمه ماشي القلب القلب هو فيه لا قال لك اسيدي هذه واحد زوج سنتين ذهب أحد الإخوة الملتزمين إلى شاطئ بين شاطئين ومعه ولدان وزوجة ما نسميوش إن شاء الله كيوصل بالسيارة تاعو دارها تحت الشجرة وقال باللي إن شاء الله تبارك الله راني في واحد المكان شوية بعيد على الغاشي فأخذ ابنتيه الاثنتين باليد ومشى بهم للبحر فتعطلت الزوجة فخرج من بين الأشجار مجموعة من المتسكعين فأخذوا الزوجة إلى الغابة ثم دنسوا شرفها وصار يبحث يعني لا يلوي على شيء الآن يسأل هل يرد هذه الزوجة لأنها غصبت ولم يكن ذلك بإرادتها أو ماذا يفعل هو راح حاير يعني ماذا يفعل لا إله واش وصلنا احنا لهذا الشيء اللي كنا نقوله عن السؤال ديال القويلات الزمان ما بقاش فيه انا شدوك اللي قريسي وما رامش قاع يخافوا قاع يقريسي والناس يشوفوا وما دينا حتى في واحد وكاين بعض الاحيان اللي ما يدخلوهاش قاع البوليس ما يقدرش يدخل لها وزيد بزياده احنا عندنا واحد القانون عند رجال الامن الله يجازيهم بخير ما يلجؤوا الى اطلاق النار والرصاص الا في الحالات النادره شي مختلط ياكلها البوليس ياكلها مسكين ويشرشموه وكذا وما يضربش الرصاص لانه يتحاسب على ذاك الاخر هذا راه مشكله هذه والله لا شفت شي فيديوهات كيدخلوا على الحوانت يا كيبقاو يضربوه في الخدامه ويديو له الفلوس والله لذلك انت يا فرق غادي انت حساب لك راك في الاخر هذه الاماكن لا يامن الذي يذهب اليها على نفسه مسكين هو مشى عادي وقال باللي راني مشيت لواحد المكان قال لك ولكن هو دا وليدته ان شاء الله والمراه بقات تما راك عارف تعدل شويه روحها وكذا هو زاد فهجموا عليها واخذوا داوها واغتصبوها وفي التالي ردوها له في حالة مزرية قال لك الآن يسأل واش يردها واش كذا والله يا أخي أنا واش بغيت نقول لكم هذه الأماكن أكثر هذه الأماكن تجعلني أقول ما قلته في السابق للأخت في السابق قلت لهم شوف هل الأماكن صعبة انت اديهم لواحد المكان ديال المعصية واخا انت راك تخاف الله ومشيت لواحد المكان تاع الطاهر وكذا زعما ولكن قال له ذاك الذيب لو كان خلات بيا فين ما تقول باين لا راها خلات وراه كان شي مكان خالي راه ماش كاينش مكان خالي راه تعرف شي ولا احنا عندنا من السعيديه حتى القبويه هو تعمر كل شيء الشاطئ لن تجد في الصيف مكانا لاسره متدينه ملتزمه يمكن ان تستجمم دون أن تقع في المحظور وهو النظر إلى العورات التي تمر عليك شي غادي شي لا ما يمكنش إذا هذا الأول هذه رسالة واسمه نعتبر بها نحن كل واحد خصو يعتبر السعيد من اعتبر بغيره هل الأماكن لا يؤمن الذاهب إليها على نفسي ولا على زوجي هاي وحدها هاي حقيقة وما مذكراش يذكرها غير مليها وما فيها ما تقول ما فيها ما تقول ثانية أخذوها مسكينة بلا كي غادي تدير المرأة قدام سبعة نتاع الرجال كي غادي تدير يخرجوا ويدوها كي غادي تدير
ثم اغتصبوها، والسيد الرجل يدور ويدور ويسأل ويدور وغادي ينفقع. ديوها في سيارة المكان بعيد. كيف غادي؟ فلما أعيدت إليه يسأل واش هذه؟ هذه مسكينة، هذه أصيبت، وهذا المستكره يعني عنده حكم خاص. رفع القلم، يعني كما يقول رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذه مسكينة، أنت كان عليك حتى تديها معك، ولكن قدر الله ما شاء الله. واش غادي تدير؟ ما شاء الله واش غادي تدير؟ صبر عليها واسترها، وذاك الشيء ما كانش بإرادتها. لا يؤاخذكم الله تعالى سبحانه عز وجل ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. أما الإنسان اللي كيكون مفروض عليه ويكون نساه ولا يكون خطأ ولا يكون استكره على الأمر، فهذا سيدي ربي لا يعاتبه ولا يعاقبه. إذا عوقب الإنسان يتعاقب لا الرجل ولا علاش، لأنه ذهب إلى مكان والعياذ بالله مكان فيه خطر. أنا دائما كنجيب من الحديث نتاع اللي قتل 99 وكمل 100، ملي مشى عند العالم قال له إلا بغيت ربي يتوب عليك خرج من ديك القرية الفاسدة وروح للقرية نتاع الصالحة. بغيت أنت دير إن شاء الله دير الكونجي نتاعك، روح لشي مكان اللي تزيد فيه الطاعة على الله، ماشي تمشي أنت للمكان ديال في كاين العري تما فرق غادي. إلا جات شي 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 سخط رباني ينزل حتى عليك أنت، فما هرب تما تما هرب، والله تهرب الليل بالنهار هربوا. وراني كنقولها لكم اللي وصلوا كلامي راني نقولها له، اللي ما وصلش كلامي ما عندي ما نقول. انا لو كان كنت في الجامع اللي يحضر لي في المسجد نقولها له. هذا في الصيف، هذا موضوع مهم في الصيف. وايما خطيب لا يتناول في الصيف على المنابر منبر رسول الله قضيه ما يقع في الشواطئ من عري وانتهاك لحرمات الاعراض والتجرؤ على محادات الله ومشاقه رسوله، هو خطيب لا يؤدي الوظيفه. لأن الخطيب إذا خطب في قبيلة أو أمة يشيع فيها الربا ويخطب فيهم في موضوع الزنا فقد خان الله ورسوله والذين آمنوا. وأيما خطيب في الصيف لا يتحدث على المنبر على خطورة ما تعترض شكون ساكنة المغرب من خطورة الذهاب إلى هذه الأماكن للتعري، فهو خان الله ورسوله والأمة. ياك حنا نبلغوا لهم هذا الشيء، وهذا الشيء اللي بغيتوا اللي يحدث هذا الشيء. تيولي السيد يسال واش المراه نردها ولا ما رداهاش. ردها وليدي المراه ديالك وتهلا فيها وستر راسك، ولا حول ولا قوه الا بالله. يا رب يا رب يا رب.